هذا وتحرص إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطبيق الشراكة المجتمعية في نشر الوعي والثقافة الخاصة لحماية الأطفال من سوء استخدام الألعاب وتعريضهم للخطر. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عبد الله الغانم، أخصائي أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير أستاذ عبد الله، وبداية يعني كيف لو تشرح لنا كيف يتمثل دور إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في نشر الوعي والثقافة الخاصة بحماية الأطفال، والآلية التي تتم الرقابة على منتجات لعب الأطفال. في البداية حبيت أشكركم على إتاحة الفرصة لي للمداخلة. اللعب يعتبر حق من حقوق الطفل الأساسية، واللي نصت عليها المادة رقم 31 من اتفاقية حقوق الطفل. ومثل ما هو معروف أن الطفل غير مدرك للخطر الناجم عن سوء استخدام المنتجات بشكل عام، وبشكل خاص منتجات لعب الأطفال. فهني هي دور إدارة الفحص والمقاييس في حماية الأطفال وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم من خلال سعي الإدارة المستمر في إعداد وتبني المواصفات القياسية وإقرار اللوائح الفنية اللي تضمن بأن منتجات لعب الأطفال الموجودة في الأسواق المحلية آمنة للاستخدام. أما بالنسبة لطرق الرغابة على منتجات لعب الأطفال، تتم عن طريق التحقق من استيفاء تلك المنتجات للمتطلبات ومطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية عبر المنافذ الحدودية لمملكة البحرين قبل دخول تلك المنتجات للأسواق المحلية. وبعد دخول المنتجات الأسواق المحلية تقوم إدارة الفحص والمقاييس بعمل حملات تفتيشية مستمرة ومسوحات ميدانية بصورة دورية، وذلك بهدف التأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية. نعم، المهندس عبد الله الغانم، أخصائي أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.